الآن نستمع إلى كلمة الضيف المشارك في هذا المؤتمر دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في جمهورية مصر العربية، فليتفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. سيادة الفريق أول محمد حمدان دفلو نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، معالي الوزير الأستاذ نصر الدين مفرح أحمد، سيادة الدكتور عبد الرحيم آدم، السادة الوزراء والعلماء والسفراء، الحضور الكريم، بداية يطيب لي أن أنقل لحضراتكم جميعا لدولة السودان الشقيقة قيادة وشعبا تحيات جمهورية مصر العربية رئيسا وحكومة وشعبا، وأن أهنئ حضراتكم جميعا ودولة السودان والشعب السوداني الشقيق بما حقق من خطوات في طريق التقدم بإذن الله تعالى وبرفع اسم دولة السودان الشقيقة من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأؤكد هنا على أمرين: ما نعلمه أعلمه القاصي والداني أن هذا القرار برفع دولة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ليس قرارا منشئا لوضع جديد، إنما هو فقط كاشف لحقيقة وطبيعة الشعب السوداني السمحة دائما. الرسالة الأخرى التي يجب أن تصل إلى كل أبناء الشعب السوداني أن هذا القرار يقينا على المستوى الدولي والسياسي سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على مصالح الشعب السوداني. وقد أسرعت جمهورية مصر العربية إلى الترحيب بهذا القرار فهو صدوره، وهو ما نرحب به ونؤكد أنه خطوة هامة في مستقبل الشقيقة السودان، لأن الرسالة أنها ماضية على طريق الإصلاح والتعاون الدولي بما ينعكس على مصالحها. وليس بعيدا عن هذا أن أؤكد، وكما نقلت للسيد نائب رئيس مجلس السيادة، نحن في خندق واحد، مصر والسودان ليس مجرد شقيقين بل نحن في خندق واحد. وأؤكد أن ما يجمع جمهورية مصر العربية ودولة السودان الشقيقة قل أن يجتمع بين دولتين فيجمعنا التاريخ والجغرافيا والدين واللغة والمصير المشترك. وباسمي وباسم السادة العلماء والضيوف المشاركين بنحيي وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بدولة السودان الشقيقة على اختيار هذا الموضوع الهام وعلى الدعوة لنا جميعا في بلدنا الثاني الذي نشعر فيه وكأننا في بلدنا الأول دون أي تفرقة. الحقيقة كما أشكر أيضا اللجنة المنظمة ومعالي وزير الشؤون الدينية والقائمين على المؤتمر أن منحوني فرصة الكلام في هذه الجلسة والجلسة العلمية، فسأؤجل الحديث عن موضوع التجديد إلى الجلسة العلمية وأبدأ بمقدمة في غاية الأهمية ليست بعيدة عن موضوع التجديد بل هي في عمق عملية التجديد: العلاقة بين الدين والوطن، أو العلاقة بين الدين والدولة. العلاقة بين الدين والدولة ليست علاقة عداء أبدا ولن تكون، وإن دولة رشيدة لا يمكن أن تقف في وجه التدين الرشيد، وإن تدينا رشيدا وفهما صحيحا للدين
يدفع إلى بناء دولة حديثة عصرية ديمقراطية قوية. ونؤكد أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وأن كل ما يقوي شوكة الدولة الوطنية هو جزء لا يتجزأ من صلب عقيدتنا، وكل ما يؤدي إلى الهدم أو التخريب أو الفساد أو الإفساد لا علاقة له بالأديان ولا علاقة للأديان به. وقد أكدنا ذلك في ثلاث كتب: الكتاب الأول مشروعية الدولة الوطنية، الكتاب الثاني فقه بناء الدول، كتاب الدين والدولة، لكني أفردت كتابا خاصا تحت عنوان الكليات الست. ونحن في محيط العلماء والفقهاء تذكر كتب الفقه المتقدمة الكليات الخمس: الدين والنفس والمال والعرض والعقل والنسب والنسل. ربما يقول بعض الناس: لماذا لم يذكر المتقدمون الدين؟ لأنه لم تكن هناك جماعات تشكك في قضايا الوطن، وكانت قضايا الوطن قضايا مسلمة، وإنما أكدت أن الكليات ست بالأدلة الشرعية، ورتبتها كالآتي: الدين، الوطن قبل النفس، الدين، الوطن، النفس، المال، العقل، العرض. ونحن هنا أيضا في زمام مجمع الفقه الإسلامي، الفقهاء جميعا يجمعون على أنه إذا دخل العدو بلدا من بلاد الإسلام وجب على أهل هذا البلد أن يدافعوا جميعا عن بلدهم، قالوا ولو فنوا جميعا، يدافعوا عن بلدهم ولو فنوا جميعا، أي أن الإنسان يفتدي الوطن بالنفس. ولم يقل أحد على الإطلاق إن الناس إذا خشوا على أنفسهم الهلاك وكان العدو فوق طاقتهم فعليهم أن يفروا وأن ينجوا بأنفسهم وأن ينشروا الدين في مكان آخر حفاظا على الدين، لأنه بلا وطن لا مال ولا عرض ولا عقل ولا دين. فلا بد للدين من وطن يحمله ويحميه، لأن الأديان لا تنشأ في الهواء الطلق. فالمشلضون لا يقيمون دينا ولا دولة، والعصابات لا تقيم دولة ولا تفهم معنى الدولة. ولذلك رسخ الإسلام الولاية العامة وتحتها الولايات الخاصة. الولاية العامة رئيس الدولة أو من يقوم مقامه وفق دستور كل دولة ومصطلحاتها، والولاية الخاصة ولاية على الجند هو جيش واحد، ولاية على الشرطة هي شرطة واحدة، ولاية على القضاء هو قضاء واحد، ولاية على المساجد هي ولاية واحدة، ولاية على الأسواق هي ولاية واحدة. أما أن تتشعب الأمور وتتحول الدولة إلى فتات وجزئيات فهذا ما لا يقره دين ولا دولة. وحتى لا أطيل أختم بنقاط سريعة: المصلحة العامة، قضية المصلحة العامة وتقديم المصلحة العامة على الخاصة. الحكماء بعيدا عن حتى ليس علماء الدين فقط يقولون: رجل فقير، في دولة غنية قوية خير من رجل غني في دولة ضعيفة فقيرة. لأن الأول إذا كان في دولة غنية قوية له دولة تحمله وتحميه وتحمي مصالحه وأمنه في الداخل والخارج. أما الثاني مهما جمع من صراء في على حساب دولته في دولة ضعيفة فلا أمان له لا في الداخل ولا سند له في الخارج. وكان شوقي رحمه الله يقول: لنا وطن. كلمة لنا وطن لا يشعر بها إلا من افتقد الوطن وافتقد الأمان، وأصبح الرجل في بلد والزوجة في بلد والأولاد في بلد وفقدوا معنى الوطن. لنا وطن بأنفسنا نقيه، لنا وطن، كلمة لي وطن، لنا وطن بأنفسنا نقيه وبالدنيا العريضة نفتريه، إذا ما سالت الأرواح فيه بذلناها كأن لم نعط شيئا. ويقول: وللأوطان، في دم كل حر يد سلفت، ودين مستحق بلاد
مات فتيتها لتحيا. بلاد مات فتيتها لتحيا وزالوا دون قومهم ليبقوا وكأن شوقي يعيش وكأن المعاصر وقفتم بين موت أو حياة. إما أن نكون أو لا نكون. وقفتم في اللحظات الصعبة. وقفتم بين موت أو حياة. فإن غمتم نعيم الدهر فاشقوا. وقفتم بين موت أو حياة. فإن غمتم نعيم الدهر فاشقوا. يقول نصحته ونحن مختلفون ضعاء. ولكن كلنا في الهم شق. ويجمعنا إذا اختلفت بلاد بيان غير مختلف ونطق. فما بالكم وما يجمعنا كما قلت هو ليس النطق فقط بل الدين واللغة والتاريخ والجغرافيا والمصير المشترك. أختم أيضا بقول أحمد محرم ليس الكريم بمن يرى أوطانه نهب العوادي ثم لا يحميها. ليس الكريم الذي يتأخى عن خدمة الوطن وقت أن يحتاج الوطن إليه. ليس الكريم بمن يرى أوطانه نهب العوادي ثم لا يحميها وتود جاهدة به دفع الأذى عن نفسها وهو الذي يؤذيها. أحيانا الأذى عن عدم الفهم. ومن هنا أهمية هذه اللقاءات وأهمية هذه المؤتمرات. وأهل الباطل أهل الباطل لا يعملون إلا في غياب أهل الحق. ودعاة الإفساد لا يعملون إلا في المساحات الفراغ التي يتركها المصلحون. صحيح نحن على مستوى النخبة على مستوى العلماء والسفراء والمثقفين والمفكرين ربما نجمع على ذلك ولا يعد جديدا. ولكن علينا مهمة أكثر في الانتشار في القرى والنجوع والمدارس والجامعات والأقاليم لنتحول بهذه الثقافة ثقافة التجديد ثقافة الفهم ثقافة المواطنة. وهو أن الوطن لكل أبنائه وبكل أبنائه. وفي قلب الأمم المتحدة أكدنا أن عقد المواطنة هو الحل في العصر الحديث. بناء الدولة الحديثة لا يبنى إلا على عقد المواطنة وهو الاشتراك في الحقوق والواجبات. ونؤمن بذلك إيمانا لأن للأسف الشديد للأسف. وأختم بهذا تاركا الحديث لإن شاء الله بقيته للجلسة الأخرى. بعض الجماعات حاولت أن تضع الناس في خيارات خاطئة. يقول لك أنت مع الدين أم مع الوطن. وكأنك إذا كنت مع الوطن كنت ضد الدين. وكأن الوطن ليس جزءا من الدين. يقول عليك أن تختار. بعض الجماعات التي دخلت في مشكلات أو عداء مع بعض الأنظمة الحاكمة عملت على مغالطات. أنت معنا أو مع النظام. إذا كنت عادت الدين فلتكن معنا. الدين معنا نحن. نحن نحتكر الدين. إذا كنت مع النظام إذا كنت مع الوطن فأنت ضد الدين. الذي أؤكد عليه وألقى الله به أن مصالح الأوطان جزء لا يتجزأ من صميم مقاصد الأديان. وأن الحفاظ على الأوطان جزء من عقيدتنا. والحر الشريف فضلا عن المتدين الفاهم الصحيح يفتدي وطنه بنفسه. المغالطة الثانية يقول لك تريد الآخرة أو الدنيا. عليك أن تختار. نقول له هذا فهم خاطئ. لأن الله يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويقول الشاعر ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعا. ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعا. وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. وقد قالوا ليس الزاهد من لا مال عنده. ليس الزاهد والفقير المعدم الذي يتسوى للناس. الزاهد الحقيقي من لم تشغل الدنيا قلبه ولو ملك مثل ما ملك قارون. فلا الزهد فلا الفقر عنوان الزهد ولا الغنى عنوان عكسه. العبرة بما بينك وبين الله. نسأل الله العلي العظيم لهذا المؤتمر كل السداد وكل التوفيق. ونسأله أن يوفق شقيقتنا دولة السودان الشقيقة للمضي قدما
على مستقبل أعظم لأبنائها وأمتها ومحيطها الإقليمي، وأن نحفظ مصر وأهلها وأمتنا العربية وسائر بلاد العالمين من كل سوء ومكروه. مرة أخرى أشكر السيد نائب رئيس مجلس السيادة واللجنة المنظمة ومعالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف على إتاحة هذه الفرصة وعلى الدعوة الكريمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سيد وزير الأوقاف في جمهورية مصر دكتور محمد مختار جمعة. وما دام قد ذكر شوقي فنتذكر قول شوقي في هذه الأيام المباركة، أيام مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم، وثناء الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا، به بشراء والعرش يزهو، والحظيرة تزدهي والمنتهى، والسدرة العصماء بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا، بك الغبراء يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والطاء.